نظرا للتطورات الراهنة حول العالم، هناك دول عدة كألمانيا أعلنت عن زيادة ميزانيتها الدفاعية، لكن ماذا عن طريق تخصيص هذه الميزانية؟ ماذا عن أولويات الناتو؟ يجب أن ننتظر لنرى. كنا ولن نزال شريكا قيما وموثوقا بين زبائننا بما يشمل زبائننا في الناتو. يجب أن ننتظر لنرى كيف سيتم تحديد أولويات الإنفاق الدفاعي، وسنظل شريكا قيما لهم.